وصلنا للأحياء، وعن الأحياء حدث ولا حرج بقى والمحليات. هي قصة واضح أنه الكلام اللي قاله البشمهندس مصطفى الحقيقة وضح فكرة أنه إحنا عندنا عشوائية في التخطيط والتنظيم والتقسيم قبل ما يبقى بنتكلم عن تقصير في العمل. ده محتاج بقى نظرة من الأول وخالص، من الأول السطر زي بقوله كده، حط سطر ونتكلم من الأول. هل إحنا في حاجة إلى إعادة تنظيم الجهاز الإداري كله؟ والله أنا شايف أنه الكلام عن الجهاز الإداري للدولة ده يعني يمكن كتر قوي قوي. الجهاز الإداري للدولة ده تآكل على فكرة. الجهاز الإداري للدولة تآكل. من سنة 83 لم تضخ دماء جديدة للجهاز الإداري للدولة، اللهم إلا المسابقات والمحسوبيات وإلى آخره. الجهاز الإداري للدولة تامر بيه شايخ عجوز. تمام. أنا في الإدارات الزراعية عاوز أقول لك إن أقل سن الوقت لمشرف زراعي عمره 52 سنة. أنا أسأل على الهواء. طب وده هيشرف إزاي وينزل إزاي؟ يطلع لأي وكيل وزارة دلوقتي يقول لي إن أنا عندي مشرف في جمعية زراعية في أي قرية أو في أي وحدة محلية عمره 42 دفعة 83 هي آخر دفعة ضخت دماء رسمية لا على كل الجهاز الإداري للدولة، ما عادش فيه تعيينات. وبالتالي أنت ما عندكش سلكشن. طيب هي القصة هنا برضو يا برغوتي قبل دي، أنا بتكلم على أنه التقسيم بتاع والتخطيط بتاع الجهاز الإداري أساسا في عطب فظيع. يعني زي ما كنا بنتكلم في الفاصل على موضوع الأراضي، أراضي الدولة في جهة مسؤولة عن أراضي الدولة؟ أنت عندك 17 جهة. للأسف كان في جهاز اسمه الجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. فاكره أنا. هل تعلم أن هذا الجهاز كان هو الجهاز الوحيد الذي ليس له علاقة بتخطيط استخدامات أراضي الدولة؟ والتنازع على أراضي الدولة كان والولاية على أراضي الدولة كان متنازع عليه من هيئة تنشيط السياحة وهيئة تنمية الزراعة وهيئة العمران وهيئة. إحنا في فوضى كاملة، وبعدين بنيجي نتكلم في التفاصيل. يعني بيبقى عندك المكنة الكبيرة بايظة، ممكن تقول بس الصامولة دي عايز أغيرها. صامولة إيه اللي عايز تغيرها؟ أنت عايز تغير المكنة. شوف يا تامر بيه، وبعدين حضرتك أنا عايزك تحكي لي القصة اللي حكيتها لنا في الفاصل اللي هي موضوع الميزانيات، وخصوصا إن حضرتك كنت موجود في وزارة الزراعة فعارف اللي بيحصل على أرض الواقع في الميزانيات. انت كنت بتوجه كلام للبشمهندس بتقول له ان ليه القطاع الخاص بيصرف كويس وموضوعه متكلف كويس وبالتالي بيطلع كويس. مظبوط. فهل المشروع الحكومي مش مصروف عليه كويس وبالتالي بتطلع نتيجته كويسه؟ العالم بيقول كده. لا، ده انا بقول لك العكس تماما. احنا عندنا تجربه في مشروع المليون، كان اسمه المليون فدان، دلوقتي بقى المليون ونص مليون فدان. لما الابار بتاعته طرحت من وزاره الري في مناقصة عامة تقدم إليها أو تقدمت إليها كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، وتم ترسية الأعمال على مجموعة من الشركات الكبيرة المتخصصة اللي لها سابقة أعمال. تمام. وأنا عاوز أقول لحضرتك وأنا قاعد الورق بيتوزع علينا في اللجنة وأنا متحدث إعلامي لوزارة الزراعة، كنت لازم أحضر اللجان التنسيقية المشرفة على هذا الموضوع بين الري والزراعة والإسكان طبيعي. والصحة. بقيت أشوف البنود بتاع تنفيذ الأبار وأسعارها، أنا بقيت أتعجب. الله، هو مش ده البير اللي أنا منفذه عندي في مزرعتي ومن جيبي وبمقاول بلدي بجلبية من الرهاوي ويزعل مني ومنفذه كامل لحد ما طلع المية، الحفر وجدار البير البلاستيك والطرمبة والمواسير الطرد وطرمبة الكهرباء والمحول الكهرباء بمؤيسته متكلف 450 ألف جنيه. أفاجأ أن البير فقط الحفر 300 متر مع نزلة في المناقصة بمليون ومئتين ألف. يعني إيه حفر فقط وكيس؟ يعني الحفر فقط والمصورة كل ده بقى بيروح في جيوب الشركات. طيب اللي واللي بيدوا الشركات النقطة هنا الأهم، النقطة هنا الأهم، حفر البئر فقط هو تكلف مليون ومئتين ألف. المقاول أبو جلبية صاحبي راح حفروا بقى في النهاية لوزارة الري بكام؟ بنفس السعر بتاعي اللي هو في البند تكلفته حوالي 85 ألف جنيه. فرق المليون ومئتين ألف إلى 85 ألف ده وصل من كام مقاول لكام مقاول حتى وصل؟ النتيجة هنا يا تامر بيه، أنا لو وسعت قاعدة طرح المناقصات مش في أبار الري بس، في جميع المشاريع الحكومية وسعت القاعدة. بدل ما أقول لازم تصنيف درجة أولى ممتاز وتصنيف درجة إيه، يا عم حط كل التصنيفات
للشركات أو المقاولين النظاميين المرخصين المسجلين اللي عندهم بطاقة ضريبية وسجل تجاري وعندهم سابقات أعمال بسيطة ما تتلككش كتير، ووسع قاعدة الطرح. أنا عاوز أقول لك إن في تجربة أخرى لتنفيذ آبار الكشف عن الأنفاق على حدود المنطقة العازلة في سيناء، تمام؟ نزل البير بالفعل كان المتر ب 1200 جنيه. لما اكتشفت القوات المسلحة إن البير بيتنفذ المتر ب 1200 جنيه نزل ل 220 جنيه، القوات المسلحة وقفت المناقصة وأعادت عرضها تاني على المقاولين الصغيرين اللي شغالين فيها دلوقتي البير ب 300 جنيه، المتر ب 300 جنيه. الكلام.